واضح كده انه نادي اتحاد جده السعودي عنده اصرار على التعاقد مع محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الانجليزي. الحقيقه محمد صلاح هو الايقونه المصريه الجميله اللي بنتشرف بيها وسعداء بيها، وقدر صلاح مش بس يرفع راسنا او ان هو يقدم لعب كوره على مستوى عالي، لكن كمان قدر يقدم الشخصيه المصريه اللي بتتحدى والاراده، ويكون مثل كبير لكل اولادنا ولكل شبابنا، وانه يبقى دايما مثل بالاخلاق وبالترفع وبالحاله الحلوه اللي بيقدمها صلاح واللي بيشهد لها يعني كل الناس، خاصه ايضا الموجودين في اوروبا. طيب النهارده رفع بقى نادي الاتحاد عرضه علشان يوصل ل 300 مليون يورو، وده لضم محمد صلاح. على الترتيب منها ايه بقى؟ 100 مليون يورو لنادي ليفربول، 200 مليون يورو لمحمد صلاح خلال 3 مواسم، كمان ده بالاضافه لامتيازات ثانيه، والامتيازات الثانيه بيقال طبعا انه صعب رفضها. ايه هي بقى الامتيازات؟ خد عندك راتب سنوي لمحمد صلاح يبلغ قيمته 100 مليون يورو، قصر خاص بمدينة جدة، قصر طبعا يقيم فيه محمد صلاح هو وعيلته، طيارة خاصة لمحمد صلاح ب 100,000 ريال، وكمان طيارة خاصة لمحمد صلاح و 100,000 ريال عن كل ستوري. يعني إيه كل ستوري؟ يعني محمد صلاح لما يعمل ستوري كده على الفيسبوك أو يعمل تويتر أو يكتب قصة أو يقدم أي حاجة أو ينشر حاجة، ليه 100,000 ريال عن كل قصة أو ستوري. نسبة مبيعات كمان من بيع قميصه أو تيشرت بتاعته اللي مكتوب عليها طبعا رقمه، وكمان 3 سيارات فارهة لعائلة محمد صلاح. أرقام كبيرة والتحدي كبير. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مداخلة كده نكون فيها مع الناقد الرياضي عمر البنوني. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا استاذ شفقي، ومساء الخير على مشاهدي التلفزيون المصري وبرنامج التاسعة. ايه اللي هيحصل للفرعون المصري؟ هل سيقبل محمد صلاح ونادي ليفربول هذا العرض المليء بالامتيازات، والوضع ممكن يبقى عامل ازاي؟ الحقيقه انه باختصار شديد انه في البدايه تم استطلاع راي رامي عباس وكيل محمد صلاح عن امكانيه انضمام محمد صلاح للدوري السعودي دون تحديد نادي في البدايه. والحقيقه ان وقت العرض ده رفض تماما، رفض حتى مناقشته، لكن بعد اهتمام اتحاد جده وارساله لعرض رسمي لنادي ليفربول لبدايه التفاوض بشان محمد صلاح، الحقيقه نادي ليفربول حب يرمي الكوره في ملعب محمد صلاح. حسب التواصل مع الصحفيين الانجليز من زملائنا المهتمين بتغطيه نادي ليفربول، ان نادي ليفربول ما عندوش مانع في مقابل لا يقل عن 100 مليون يورو، وده فعليا الرقم اللي عرضه نادي اتحاد جده. يتبقى موافقه محمد صلاح، وهنا ليفربول مش حابب يفرط في محمد صلاح الا اذا محمد صلاح هو اللي طلب. الحقيقه مش هتكون مفاجاه لو محمد صلاح انضم للدوري السعودي، لكن المفاجاه هتكون لو انضم خلال فتره الانتقالات الحاليه. خلال الموسم الحالي. يعني اعتقد ان محمد صلاح ممكن وارد ينضم للدوري السعودي لكن في الموسم القادم. الحقيقه الساعات اللي جايه او الايام القليله القادمه قبل نهايه فتره القيد هتشهد حسم الموقف، وخصوصا النهارده كمان جمهور اتحاد جده تفاعل جدا مع الموضوع وهتف باسم محمد صلاح في المدرجات قبل مباراه اتحاد جده مع الرياض. فاعتقد انه في تطورات سريعه خلال الساعات طب اللي فاتت. طب خليني اسالك كده حاجه يا عمر، برضو كلنا احنا عارفين انه رامي عباس مش سهل هو نفسه، يعني دايما كان عنده حاجات وينصح صلاح فيها وكده، وضعه بقى هيبقى ايه بالظبط هنا في ليفربول النادي، في ايضا رامي عباس وفي محمد صلاح، الوضع هيبقى ايه؟ اعتقد انه رامي عباس هيظل مستشار محمد صلاح ومحاميه طول الوقت، لانه يمكن المعلومه اللي ممكن ناس كتير بتغفل عنها انه محمد صلاح اشترط قبل بدايه تعامله مع رامي عباس انه يكون التعامل معاه فقط. يعني رامي عباس ليس وكيلا لاي لاعب ولا مدرب في العالم غير محمد صلاح. صحيح. وبالتالي استمرار رامي عباس مع محمد صلاح، واعتقد انه رامي عباس بيفضل انه يحقق اكبر مكسب ممكن لمحمد صلاح ومن ورا محمد صلاح. فالمفاوضات يحسمها في النهاية شروط محمد صلاح، سواء الانضمام في خلال فترة الانتقالات الحالية أو في الموسم القادم. طب أنت شايف إيه؟ يعني رامي عباس كان رسم منذ بداية محمد صلاح خطة ونجحوا جدا، خطة رياضية محكمة بتفاصيلها بكل ما فيها،
طول وقت لعب محمد صلاح مع ليفربول، ونجاح محمد صلاح وتألقه في المنظومة الأوروبية والدوري الإنجليزي. هل أنت شايف أنه رامي ممكن يكون بيفكر أن محمد صلاح يتنقل إلى الدوري السعودي ويعود إلى المنطقة العربية مع العالميين بقى اللي موجودين كمان؟ يعني هل ده تفكير جديد ولا هي مجرد يعني طرح لقيمة محمد صلاح في السوق؟ انا اعتقد انه في كل الاحوال محمد صلاح ورامي عباس هم الكسبانين من الموضوع، لكن طبيعي انه الخطه اللي عملها رامي عباس لمحمد صلاح مع بعض هم الاثنين لازم يعني ما كانتش طبعا حاطه في اعتبارها المتغيرات العنيفه اللي حصلت في السوق في الوقت الحالي، انه فجاه بقى في عملاق جديد، دوري جديد بيجتذب كل الاسماء الكبيره في اوروبا حتى المواهب الشابه. وهنا المفارقة انه انا مش بس بجيب اسماء كبيرة، انا ممكن اشوف كمان لعيب بروميسنج في اوروبا فاتعاقد معاه في الدوري السعودي. وبالتالي هنا رامي عباس يكسب جدا بانه يرفع من قيمة محمد صلاح التسويقية، وخصوصا ان محمد صلاح هو الملك المتوج في ليفربول. يعني حتى لو ليفربول ما اخدش بطولات السنة دي، لكن محمد صلاح اوريدي اخد كل البطولات مع ليفربول في السنين اللي فاتت، حتى تشامبيونز ليج، كاس عالم اندية، سوبر اوروبي. محمد صلاح ما بقاش يعني محتاج بطولات زيادة مع ليفربول لأنه حتى الدوري الإنجليزي حققه بعد غياب 30 سنة. هنا في النهاية هي لعبة تسويقية، لكن في النهاية القرار لمحمد صلاح. ليفربول هيفكر في أنه يحقق أكبر مكسب وعائد مادي ممكن طبعا أكيد، لكن محمد صلاح هو سيد قراره في النهاية إذا كان هينتقل الموسم ده أو الموسم اللي جاي. طب خلينا كده نروح بالذكاء الاصطناعي نعيش في عقل محمد صلاح. هل ينتقل محمد صلاح إلى نادي جدة أم ينتقل محمد صلاح لنادي آخر إنجليزي ويظل في المنطقة الأوروبية؟ يعني أعتقد أنه الموضوع مش هيحسم في فترة الانتقالات الحالية. محمد صلاح ممكن يفضل يكمل في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. في الموسم الحالي يكمل مع ليفربول. طيب هل لما هيكمل في الموسم الحالي هيرتفع أيضا العرض المقدم من نادي الاتحاد؟ بكل تأكيد، لأن تجربة الدوري السعودي هي في بدايتها هذا الموسم، وبالتالي انه بعض النجوم الكبار من الاسماء الكبيره زي رونالدو، بنزيما وغيرهم، اذا لم يحققوا الفارق الكبير لانديتهم في الموسم الحالي هيكون الاتجاه كله في الدوري السعودي لاستقطاب نجوم عندهم القدره على صناعه الفارق. فبالتالي محمد صلاح فرصه في الموسم القادم وليس الموسم الحالي أكبر بكتير وبمبالغ أضخم بكتير من المعروضة في الوقت الحالي. هل ده هيكون ذكاء محمد صلاح ولا رامي عباس ومحمد صلاح؟ الاثنين مع بعض. محمد صلاح لا ينفصل عن رامي عباس الحقيقة، هم يعني بيفكروا مع بعض، ومحمد صلاح مش من النوع اللي بيسلم دماغه لحد. يعني محمد صلاح الدليل الحالة الغامضة حوالين محمد صلاح في الوقت الحالي، محمد صلاح لا يتواصل مع الإعلام سواء في إنجلترا أو في مصر أو في السعودية. صحيح. احنا نتمنى الخير لمحمد صلاح ابن مصر وفخر العرب انه يبقى موجود في المكان اللي يحقق ليه التقدم والتألق ويفضل يكمل مسيرته، لانه محمد صلاح الحقيقه بدا مسيره كلها شرف ورياضه وحاجه جميله. نتمنى له كل التوفيق سواء كان موجود في ليفربول او انتقل لاي نادي اخر. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي عمر البنوني، بشكرك شكرا جزيلا.